السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع جميل جدا، معتمد على فكرة انه ممكن تديله سكتش مثلا يحوله لك لصورة حقيقية. ممكن زي ما انت شايف في حاجات كتيرة جدا موجودة في المنتجات اللي موجودة هنا، معتمد على الذكاء الاصطناعي. هنبدأ نشوف كده اهم الحاجات، زي مثلا سكتش ريندر، ان انت تديله سكتش عادي وهو يبدأ ان هو يعمل لك ريندر ليه، او صورة لسكتش فوتو سكتش، او جزء معين تقول له امسح الجزء دوت من اللوحة فيبدأ ان هو يمسحه لك ويبدأ يعمل لك ريبليس لحاجة تانية. هنا بيقول لك انواع كتيرة جدا من الصور. هنا بقى صور موديل، الصورة بتاعتك ممكن تتحط باكتر من شكل، باك جراوند فيجن، تمام. ففي شوية امكانيات حلوة نبدأ ان احنا نشوفها ان شاء الله مع بعض. طيب هبدأ اقول له بقى انا عايز اعمل ساين ان من خلال حساب بتاع جوجل. فبيقول لي انت عايز تدخل في اني سيناريو، انتريور ديزاين ولا اركتكتشر ديزاين ولا اي كوميرس ديزاين ولا جيم انيمي ديزاين. طيب خلينا نقول له مثلا خلينا في الاركتكتشر ديزاين واقول له اوكي. فبيقول لي انت عندك كذا نوع من الافكار، مثلا سكتش ريندر او فوتو تو سكتش او اريز اند ريبليس او ايمج فاريشن. انا اتوقع ان سكتش ريندر دي اكتر حاجه ممكن ان احنا نحتاجها حاليا. فاجي هنا اقول له انا عايز اجرب السكتش ريندر، بيقول لي اختار الصوره، وبعد كده اختار ممكن تختار صوره من دول على طول جاهزه. طيب لا انا عايز اجرب، ممكن يكون هو عاملها مانوال وخدت منه وقت كتير، انا عايز اجيب صوره من عندنا من على الجهاز بتاعي عشان التجربه تكون صادقه، تمام. اهوت عندي مثلا، ممكن ناخد المشهد دوت ونجربه. طيب ممكن تقول له بقى انا عايز شكل معين، مثلا اركتكتشر، مثلا نعمله رندر مثلا للشكل دوت، تمام. الرندر موديل ممكن تختار بقى اي نوع من انواع الرندر اللي انت عايزه، وممكن تكتب له تكست، يعني انا عايزه مبنى عربي، مبنى افرنجي، زي ما انت عايز، تمام. هقول له جنريت. فهو بيعمل ايه بقى؟ هو معتمد على تقنيه اسمها كنترول نت، ان هو بيحدد الخطوط الرئيسيه وبعد كده يبدا ان هو يعمل لها الرندر زي ما انت شايف، تمام. زي ما قلنا هنا تكست تو فوتو، فممكن تحط له بعض البرومت يبدا ان هو ينفذه لك، تمام. يعني تقول له حط لي ناس ماشيه، اعمل لي بستايل معين. بس انا كنتيجه تحويل من سكتش لصوره رائعه جدا، يعني ما شاء الله، اللهم لا حسن. ممكن تقول له طب انا عايز كونسبت او عايز اوت لاين، تمام. وممكن تقول له مثلا اي حاجه ان ذا نايت مثلا، ونجرب مثلا، تمام. هو بيعمل لنا 3 صور كل مره، ودي الحاجات اللي موجوده اهيت. بص في امكانيات كتير جدا موجوده في البرنامج. هنا انا شغال على الفري بلان، فهنشوف هيقعد معانا لحد ايه، وهل هنضطر ان احنا عشان نكمل شرح ندفع فلوس ولا لا، لسه هنشوف، تمام. انا مختار الاركتكتشر، عملها لنا فعلا وجاب لك المنظر كانه هو موجود بالليل، وحاجه خرافه الصراحه. تعالى كده ايه نكبر الصوره، جميله جدا. كبر الصوره، جميله جدا، يعني الموقع جميل الصراحه، تمام. عندنا بقى فوتو سكتش، ممكن تجيب اي صورة، هو مديك صور تجرب، لكن انا افضل ان انا اجيب صورة من عندي من على الجهاز اضمن. طيب انا هختار مثلا المشهد دوت واقول له انا عايز مثلا ديزاين سكتش. وخلي بالك من نقطة مهمة جدا، ان لو الصورة الجودة بتاعتها قليلة النتيجة تطلع سيئة، فانت لازم تختار صورة تكون الجودة بتاعتها معقولة، تكون صورة كبيرة مش صغيرة. النتيجة بدأت تطلع اهي فعلا، زي ما قلنا هو بيعمل حاجة اسمها كنترول نت او في شبكة التحكم، بيحدد الخطوط الرئيسية ويبدأ ان هو يحولها. طبعا ممكن اقول له بابلش، مش عارف، هي الفكرة كلها بممبر اونلي اعتقد. اشوف بقى هشتري حاجات زي كده. الاسعار $39 في الشهر او زيرو لو انا فري تو يوز،
الجودة قليلة. بيقول لي 200 رياليكس جنريشن بير مانث، انا بالنسبة لي 200 صورة دي كويسة جدا يعني، تمام، مش محتاج حاجة تاني ان شاء الله. طيب خلينا نجرب image variation، هنرفع له صورة من عندنا مع الجهاز ونشوف هيعمل فيها ايه. المفروض ان هو هيجيب لنا صورة تانية بس باختلافات شوية، تمام. خلينا مثلا نديله الصورة ديت، هقول له بقى جنريت، فيبدأ بقى يعمل لي صور يعني مختلفة عن الصورة الأصلية. بدأ فعلا يغير في الصورة زي ما انت شايف.